اعطينا ميغال ميغالي ميغالو عاودي تونتا عاودي حاب بيتزا تونتا 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 عاودي المكسما عاودي شكون تحبو سبس انا بحس الامور تاع التكنولوجيا والتكنولوجيا هذه معناتها تشوف معناها الوحيد هذا يركب هنا يقول لي التليفون يشارجي وحده اكثر نظرت والله يا فطولة لا اكثر ولا اقل فطولة والحمد لله رب العالمين كل شكر ما ربي كيف هذه صورة المكان هي جاد غنيان في ملعب الدكتورية الاسبانية مخلوع مخلوع زين زين ايوه المواطنون ايوه المواطنات اي نعم انا فهمتكم ولهذا قاعد بحث محمد الهادي ومقارونة وأيوب غنوشي غنوشي؟ فيش يتكلم الغنوشي؟ والله نحبكم جدا ورمضان مبارك على الجميع يعني جدا جدا وكتشوف تكنولوجيا مطورة ما شاء الله جدا يا صاص والله يعني تبي الحقيقة يعني شو بدك يعني نقول لك يعني الهندي حرام معناه في رمضان ورمضان مبارك على الجميع معناه شو بقول لك يعني يا ولدي مش نورمال هذه التكنولوجيا مش نورمال شو تونتا الحمد لله جيستان هذه كونيكسيون يختي الكونيكسيون مخترع على المخ وعلى التونتا جورج على بابي واقف امرين واقف في الزمن ولك شو بتقلك استاذ حميد ولك شكون تحبه نعيم نعيم الكحل نعم الكحل صحيح ربي شفت ليش قمير يا قمير هودي إذا شفت تكنولوجيا يعطيك عظيم إن شاء الله على رأسك يا قمير حاج ولا إيش تنقول لي يا كوليك التكنولوجيا تطورت لأيامات هذه وما عندتش كما قبل ولت برشا أمور جديدة برشا حاجات جديدة طالق هليزي يعني لو بتشوف كرة استعداد مستلاكات امترارات تمريرات تسديدات يا إلهي يا إلهي شوال مش ممكن مش معقول الدقيقة 90 تضرب في السورة أنا مضايقكم مبروك هاي نخمم عن فهم شكون؟ فهم هاي الفهم دي ليك سبك أمور الكل ليك سو إن شاء الله دي مليك سكي من هك شوف تاكسيات متعك تاكسي سلم عليها مايك